سمعتها أن السيد ما يستقبل. أنا والله ما أريد أنقل عن السيد، لأنه النقل عن الرجل يأتمننا حينما يلتقينا ويتحدث لنا، ولكن على نحو الشيء البسيط شكوت له مرة من تصرفهم، قال اجلس، هو أنا خلصان منهم؟ هو أنا خلصان منهم؟ ومرة حينما أردت أن أخرج أصر إلا أن يخرج معي إلى الباب، كل ما حاولت أرجعه كان المحافظ واقف خارج الغرفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصر أن يطلع وياي للباب، وحاولت، قال أنا أريد أن أخرج معك حتى يروني أحبك وأحترمك. حتى أن المحافظ السابق، مو هذا بالنجف الأشرف، الأخ أسعد أبو قلال، قال هاي لأول مرة في تاريخ السيد، اعتباره محافظ يعرف، أول مرة تاريخ السيد يطلع ويا واحد للباب. وعندي الكثير من الكلام الذي يمكن أن أقول والذي ينقل لي من خلاله. يقول أنا حينما أجلس مع المالكي أجلس مع رجل دولة، لأني أصدقه ولا أكذب عليه، أقول له الحق، هذا عندنا وهذا علينا ونريد منك هذا، فمن يكذب على هكذا رجل هل يستحي حينما يكذب علينا؟ حينما يشوش ويشوه ويذهب إلى البيوت ويستخدم هاي الأساليب، هاي الأموال والبطانيات، أين كنتم عن الفقراء؟ أين كنتم عن المحتاجين؟